وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا طلال الحقيل، رئيس وحدة فحص الاندماجات والاستحواذات في الهيئة العامة للمنافسة في السعودية. مرحبا بك سيد طلال. عام 2021 ربما يكون عام الاندماجات والاستحواذات بشكل قوي، كم نتوقع عدد الاندماجات والاستحواذات مع نهاية العام، وفي أي القطاعات ستكون؟ أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. بلا شك سنة 2021 كانت سنة استثنائية بالنسبة لقطاع الأعمال، فحتى بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام استقبلت الهيئة أكثر من 230 طلب. للمقارنة طوال عام 2020 الهيئة استقبلت 137 طلب. مرحلة التعافي الاقتصادي بلا شك كانت واضحة، خصوصا تزايد عدد الطلبات من الربع الأول إلى الربع الثاني إلى الربع الثالث، ونتوقع استمرار وتيرة الاندماجات حتى منتصف العام القادم. طبعا هذا يرجع بشكل أساسي إلى ما يحدث في العالم اليوم. مثلا شركة ريفينيتيف أعلنت أن قيمة الصفقات بشكل عام العالمية الاندماجات والاستحواذات بلغت 4.3 تريليون، وهي تقترب الى الرقم التاريخي لطلبات الاندماج اللي حدثت في عام 2015 4.8 تريليون دولار. نعم سيد طلال، سؤال فني. تفضل. بالنسبه لك توقعاتك القطاعات، الهيئه بلا شك قطاع المعلومات والاتصالات، القطاع الصحي، قطاع البتروكيميكال شهد حالات اندماج واستحواذ هذا العام كبيره. دعني أنتقل إلى سؤال فني إذا سمحت لي سيد طلال، ألا تخشون من تركز هذه الاندماجات خصوصا للشركات الكبرى وتحولها إلى سوق احتكارية؟ أستاذ عبد الله، إحنا بشكل أساسي ندرس السوق المعني لكل طلب اندماج أو استحواذ وارد للهيئة من خلال رؤية المنتجات المتقاطعة بين أطراف الصفقة، وبناء عليه نقوم بعمل اختبارات المنافسه اللي هي تعرف بالحصص السوقيه ومؤشر نسب التركز اللي كونسنتريشن ريت ومؤشر هيفنت ريشمان، وكذلك نرى موانع الدخول والخروج. بعد ذلك نحسب النسب ونرى قدره الكيان الجديد على الحد من المنتجات او الرفع من الاسعار. ونحن نكون حريصين بشكل اساسي ان تكون توصيتنا ان الكيان الجديد لا يؤثر او لا يثير اي مخاوف على المنافسه في السوق. نعم، كيف تقيمون مستوى المنافسة في القطاعات التالية: الكهرباء، المياه، والطيران؟ نبدأ بقطاع الطيران. وقطاع الطيران يوجد اليوم في أكثر من لاعب في السوق، كان مختزل بلاعب واحد لسنوات طويلة ولكن تم فك الاحتكار فيه في السنوات الماضية. كذلك المياه والكهرباء نتوقع لها أن تمر مثل ما مرت فيها قطاع الطيران. آلية الفحص التي تعمل بها الهيئة من خلالها الهيئة، وأيضا آلية الاعتراض على قرارات الهيئة، كيف ستكون؟ بشكل عام إذا أصدرت في طلبات الاندماج أو الاستفادة مثلا على سبيل المثال رفض من الهيئة العامة للمنافسة، يحق للمنشأة مخاطبة الجهة المصدرة لهذا القرار خلال 60 يوم، ومن بعدها الذهاب والتظلم لدى ديوان المضارب. نعم، طلال الحقيل رئيس وحدة فحص الاندماجات والاستحواذات في الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، شكرا جزيلا لك.